أماه لو كان عمرك بيدي لمددته، ولكنه بيد ربي، فهل يكفيك حبي؟ الأم هي الحب الثابت الذي لا يتغير، كل من حولك يتغير إلا أمه، كل من حولك يهجرونك إلا أمه، كل من حولك في المحنة يتركوك إلا أمك، أمك التي لا يشبهها في الوجود أحد، أمك التي خلقت مرة ولا تعاد، أمك التي خلقت مرة ولا تعاد. كم سهرت لترتاح، وكم تعبت لأجل أن تنام وترتاح. أفلا تذكر، أفلا تذكر يوم كنت تنام بلا غطاء فتستيقظ على غطاء؟ أولا تذكر يوم أن كنت تستيقظ في الصباح فتجد الطعام بجوارك؟ من كان يجهزه؟ قل لي بربك من كان يجهزه؟ أولا تذكر يوم أن كنت طفلا في المدرسة تيقظك في الصباح، قد استيقظت منذ الفجر حتى لا يفوتها النوم حتى تيقظك، ثم تلبسك الملابس، ثم تغادر فلا تتركك، لا تتركك، تظل ترقب على حافة الباب حتى تصل إلى آخر الشارع وتذهب، فلا تعرف النوم بعدها إلا إذا عبرت الشارع. أنسيت هذا كله؟ أنسيت هذا كله؟ أمه خذي من صحتي ولا تمرضي، خذي من راحتي ولا تتعبي، خذي من بسمتي ولا تبكي، خذي من فرحتي ولا تحزني. الأم أيها الكرام التي وصى عليها رب السماوات والأراضين، ماذا يفعل الشباب اليوم بأمهاتهم؟ ماذا يفعل الرجال اليوم بأمهاتهم؟ بل بعض الشباب لا يرى أمه إلا في المناسبات، يضع رأسه ووجهه إما في التلفاز وإما في هاتفه. والله والله بعضنا، بل إن لم يكن معظمنا، يرى شاشة هاتفه أكثر مما يرى أمه، يقلب الصفحات على الانترنت أكثر مما يقلب الذكريات والبسمات بجوار أمه. بل بعضنا ينظر إلى الناس وإلى الأصدقاء وإلى الأصحاب، يبتسم في وجوه الناس وزملاء العمل، ولا يعرف أمه إلا إذا عاد إلى البيت يرد عليه السلام، ثم بعد ذلك لا يكلمها.